منتجات بايو كلينيك هي ثورة في شد البشرة. بايو كلينيك لأول مرة من أوريفليم منتجات طبية. المنتجات الطبية موجودة في العالم كله ومتوفرة في الصيدليات، ودي مش حاجة جديدة، بس الجديد من عند أوريفليم والوحيد في العالم كله إنها مش بس منتجات طبية، هي منتجات طبية طبيعية لا تحتوي على أي نوع من الكيماويات. مستحضرات بايو كلينيك بتستهدف البشرة المترهلة اللي بتكون فيها مشاكل من التجاعيد وعوامل الزمن بتكون موجودة عليها زي التجاعيد أو الترهل الشديد في منطقة الرقبة. عشان أشد البشرة وأقلل من التجاعيد اللي موجودة فيها بستخدم منتجات بايو كلينيك عبارة عن كريم لليل والنهار، وهنشرحهم في الكلام اللي جاي. أول منتج هو كريم النهار والكود بتاعه 21353. كريم النهار من بايو كلينيك المكون الأساسي لتركيبته هو مادة الريتينول. مادة الريتينول زي ما كلنا عارفين هي أحد مشتقات فيتامين A، واللي بتعتمد أساسا إنها تقلل من التجاعيد وتدي للبشرة صحة وحيوية وتكون ما فيهاش أي نوع من الترهل. عشان أزود الترطيب في نسبة البشرة أثناء فترة النهار بستخدم الكريم ده في عامل حماية من الشمس SPF 15 إذا كنت طالعة في الشمس، وفي نفس الوقت بستخدمه أثناء فترة النهار عشان يديني ترطيب ويقلل من ترهل البشرة. بعد 5 سنين من الأبحاث والتطوير بيجيلنا كريم الليل من بايو كلينيك الكود بتاعه 21356. كريم الليل زي ما اتكلمنا قبل كده في المجموعات السابقة انه اهم كريم بتستخدميه عشان يعزز لك الخلايا اثناء فترة النوم. لما بتكون البشرة مرهقة وتعبانة اثناء فترة النهار بتبقى محتاجة تتغذى اثناء فترة الليل. عشان اغذيها اوريفليم جابت لنا بايو كلينيك بخلاصة الريتينول النقي. الخلاصة دي موجودة بشكل كبير جدا اكتر من اللي موجودة من كريم النهار عشان تغذيلي البشرة، تقلل من الترهل اللي موجود فيها، وكمان تملالي التجاعيد من الداخل. بستخدمه كل يوم يوميا بعد الغسول والتونر اللي انا متعودة عليه، بحطه قبل النوم مباشرة عشان اساعد الخلايا في انها تتجدد وتتغذى.